طبعا في اختلاف كبير بين الدورتين. واضح انه في عاملين اساسيين نحن اليوم بخضم هذه المرحله، عامل التنصيف وعامل دخول اسواق صناديق التداول الفوريه بالبيتكوين. فهذه العاملين اساسيات ليحددوا التوجه تبع بيتكوين بالمرحله الجايه. واضح انه نحن دخلنا بسوق صاعده، بول ماركت مثل ما بنسميه. العوامل واضحه، في طلب هائل. يعني اليوم اذا بنرجع لحجم الطلب وشو تغير، برجع لشهر يناير الفائت، كان حجم التداول اليومي تقريبا بحدود ال 51 مليار. اليوم عم نحكي عن حجم تداول ب 202 مليار لليوم بهذا التاريخ اللي نحن عم نحكي فيه. فالحجم تغير كثير لانه صار في لاعبين مختلفين، حجم مختلف، لاعبين كبار. الطلب يعني مثلا نرجع لهول اليومين الماضيين اللي شهدوا تغيرات دراماتيكيه. عم نحكي تطلع البيتكوين صعدت ب 3 4000 دولار بالنهار الواحد. كان رقم قياسي. شراء بلاك روك، حجم تملك بلاك روك من وحدات البيتكوين أمس كان حجم 10142 بيتكوين بنهار واحد. هذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه نحن طيب السبلاي، اما طيب كميه البيتكوين الموجوده بالسوق بشكل يومي جديد هي 900 بيتكوين فقط. طيب سيد وليد، يعني بالامس تحدثنا قبل قليل عن التراجعات على البيتكوين، تراجع باكثر من 5000 دولار في ربع ساعه تقريبا، وان كان هذا الامر يعني يعزى الى خلل تقني، لكن ما ودي السؤال عنها مدى قوه السوق ومتانه السوق بالنسبه للعملات المشفره بشكل عام، للبيتكوين ان يهوي السعر بهذه النسبه 7% في ربع ساعه. هذا مؤشر ربما على هشاشه للوضع. لا شك انه حجم التداول والمشكلة التقنية اللي صارت، أول شيء مشكلة أسلفت ذكرها بالمقدمة، مشكلة أساسية وخلقت موجة من إذا بدك الخوف لفترة كتير ضئيلة. بس هذا طبعا ما بيستبعد الواحد، يعني أنت بسوق صفته هو الفوليتيليتي، صفته هو عدم الاستقرار. توجهه صاعد، بس في محلات كتير راح يصير في تدخل لصانعي السوق، لانه في اوامر الشراء على القليله بالشراء على الهامش، على المنصات هي كلها اوامر شراء مش اوامر بيع. فطبعا راح نشهد تقلبات سعريه. واليوم بس نحكي عن بيتكوين قيمتها 60,000 والحجم بس نحكي ب 2%، يعني عم نحكي 1200 دولار تغير ممكن يصير باي لحظه. وليد، يعني حتى البعض، يعني كثير من المراقبين يذكر الآن أنه حتى مؤشرات التقلبات الضمنية على البيتكوين تظهر ارتفاعات حادة، هذا يعني مؤشر على أن يكون هناك تصحيح كبير أيضا على البيتكوين، قد يصل إلى مستويات أو بنسب 20%. متى نقول أنه هذا الأمر صار احتماله كبير، يعني إذا ما كنا نتحدث عن اتجاه صاعد الآن للبيتكوين؟ من غير المرجح انه يصير في تصحيح بالحجم الكبير اللي انت عم تشير له، لانه في عمليه واضحه حسابيه كثير واضحه، هي كميه المعروض من البيتكوين وكميه المطلوب من البيتكوين. الصناديق اللي بدات التداول ب 11 يناير الفائت صارت، إذا بدنا نحيد جراي سكيل، صارت عند استحوذت على أكثر من 149 ألف بيتكوين بهذه الفترة القصيرة. عم نحكي عن ما معناه ضخ أموال إضافية على شبكة بيتكوين تفوق ال 9 دولار. وفي موضوع بس من كم يوم وما حدا بلكي ما لفت أنظار الناس، ما أخذ حقه بالإعلان، هو تقدم كارسن جروب، أما حيازة كارسن جروب على الموافقة
لتقديم خدمة إذا بدك صناديق التداول للمتداولين الصغار أما الريتيل انفستر، اللي هي هاي المؤسسة في تحت إدارتها قرابة 30 مليار دولار. فهذا موضوع أساسي. نعم. نحن بمرحلة بالتأكيد سنبقى مع متابعة لكل هذه العوامل الإيجابية التي تذكي هذه المعنويات في السوق. وليد أبو زكي المؤسس والرئيس التنفيذي في أنلوك بلوك تشين، شكرا جزيلا لانضمامك معنا اليوم.